اهلا ومرحبا معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. بعض المتابعين سالوني ان نحن لما نسجل ايقاع ما نبغى نمسح الايقاع كامل، علقوا على الفيديو مسح الايقاع او مسح الايقاع وين انتم غلط، قال نبغي نمسح المازوره الاولى او الثانيه او الثالثه من غير ما نمسح الايقاع كامل. في واحد سالني قال لي والله موجوده في كيترون او الويجا موجود في اليامها. الطريقه تروح على المنيو كانك بتعمل ستايل كريتر، منيو رقم 2 ستايل كريتر انتلايز، كلكم تعرفوني طبعا تسجيل اللقاء. انزين يفتح معاك هنا، الحين بسجل انا ايقاع، اي ايقاع طبعا. سجلت الايقاع انت حينه اربع لوب بعد اربع ضربات. كيف تعمل الطريقة انك ما تبغى تمسح حينه؟ انا ما ابغى امسح هذا الايقاع كامل، ابغى امسح بس المازور الاول والثاني والثالث، ابغى امسح الرابع. تروح على فوق هني شوف عدال كلمة سيف في شي اسمه سيت اب ايديت، تضغط عليها شوف تفتح لك الصفحة هاي. لاحظ معي الحين ضربات الايقاع اربع مرات، واحد واحد ثلاث اربع. الحين الايقاع لاحظ معي اربع ضربات، هذا واحد، انا ابغي عند المازوره رقم اربعه، هاي واحد واحد، هاي وحده، بعدين هاي المازوره الثانيه، المازوره الثالثه، هاي المازوره الثالثه. انت تبغى تمسح من الرابع يعني ليه رقم واحد، هني المازوره الثالثه تجي عند اربعه، تنزل ليه تحت اخر شيء، عقب تروح هني فوق ما تجي عند الانت، تروح عند النوت تمسح ديليت، هذا مسحته، هاي الضربة الثانية تمسح 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 تمسح. الحين انت وصلتني عند ثلاث مازورات، نشوفهم مع بعض، نشوفهم مع بعض، شوفها هاي وحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث. انت تشوف الرابعة امتسحت، كيف تضيف الرابعة المازورة الرابعة؟ تروح على ترجع على كلمة اللي هو المنيو السيت اب ريكورد، هني تشوف عندك هذيلا كلهم مالك خص فيهم، الانسرت والديليت هذا ما تيصوبهم. زين مثل ما قلت لك هذه مالك خص فيه. بعد ما تمسح المازورة الرابعة ترجع على نفس الكلمة اللي هي سيت اب ايديت، ترجعك على صفحة الريكورد. لاحظ معايا الحين، لاحظ هاي وحدة، هاي هنتين، هاي ثلاث، شوف الرابعة ما في، يعطيك لوب. عقب انت عند الرابعة تكمل، شوف شوف شوف، لاحظ معي الرقم، هاي اثنين ثلاث، مع بكذي انت تضيف تمسح المازورة اللي تباها وتضيف عليها المازورة الرابعة بدون ما تمسح الايقاع كامل وترد تسجل مرة ثانية. تروح مثل ما خبرتك، تروح على السيت اب، تبغى تمسح المازورة الثانية نفس الشيء، تبغى تمسح المازورة الأولى، هاي المازورة الأولى واحد، خلاص تروح تمسحها على طول، ديليت 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 ديليت، أربع ضربات طبعا. عقب تضيف عليه، ترجع هني وتضيف على الايقاع مثل ما تبغى اللي هي المازورة. طبعا عقب ما رويتك كيف تمسح المازورة اللي انت تباها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، انت فقط في الشانل ريثم رقم اثنين انت تختار الشانل اللي تباه، يعني تشوف يعطيك هذا الشانل. انت تبغي مثلا تبغي تمسح مثلا في شانل اللي هو اللي مثلا تبغي تمسح الكورد، نفس الطريقة ترجع هني تختار التراك اللي تباه، نفس الطريقة الكورد، وتروح في الإدت شوف يفتح معاك هني الكورد وتكون مسجل، نفس الشيء تمسح المازورة الكورد اللي تباها من غير ما تمسح الكورد كامل. وبهاي الطريقة وإلخ إلخ إلخ، كورد اثنين كورد ثلاث المصاحبات ريثم. بهاي الطريقة أعتقد أن يعني اللي يعرف يعرف، واللي ما يعرف هذا واستفاد من النقطة هذه. زين وإن شاء الله إلى اللقاء مع معلومة جديدة.